تكفل بعصرنة القطاع بالتجهيزات الحديثة والمتطورة، وهو ما ساهم في إنجاح الأحداث الإقليمية والجهوية التي احتضنتها بلادنا على غرار الألعاب البحر الأبيض المتوسط والقمة العربية وحاليا كأس إفريقيا للمحليين شان. إننا عازمون بظل ما يعرفه قطاع الاتصال وأسرة الصحافة من دعم قوي من طرف السيد رئيس الجمهورية على المضي في تحسين وترقية أداء الإعلاميين والمنتسبين لمهنة الصحافة. ويأتي ضمن هذا المسعى تعزيز الإعلام الجواري وإيلائه العناية المستحقة من أجل تكريس حق المواطن في المعلومة الصادقة والصحيحة وترقية علاقة الثقة المتواصل بين الإدارة والساكنة، إسهاما في تثمين الجهود الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة. إننا على يقين أن التكوين المنتظم والمكيف مع التطورات الحاصلة كفيل يرفع القدرة التنافسية لأسرة الإعلام والاتصال والصحافة الوطنية عموما في مواجهة إعلام عدائي يستهدف بلادنا، لا سيما عبر الحرب السيبرينية الشرسة التي تسمى اليوم بالحرب الجيل الرابع. ومن أجل مسايرة هذه التطورات يعكف قطاع الاتصال على تعزيز المنظومة القانونية بمشاريع ذات الصلة كتلك المتعلقة بالقانون العضوي للإعلام وقانون النشاط السمعي البصري وقانون الصحافة المكتوبة وقانون الصحافة الإلكترونية التي توجد الآن بمقر البرلمان.